أخواتي الأعزاء، أسعد الله صباحكم. في البداية نود أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
حفظ الله. وإلى الحكومة الرشيدة والشعب البحرين الوفي على دعوة قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين، والتي تعتبر مناسبة عظيمة وتاريخية للشعب المسيحي في المملكة. فقداسة البابا هو أول حبر أعظم يزور مملكة البحرين، لذلك فهي زيارة مميزة على الصعيد الوطني والدولي. كما نشكر وزارة الداخلية على جميع الترتيبات والإجراءات لتنظيم هذا الحدث الهام. ونود أن نشكر أيضاً كل من شارك في تنظيم هذا الحدث الجليل في استاد البحرين الوطني. Good morning, brothers and sisters in Christ. We are immensely grateful to His Majesty, King Hamad bin Isa Al Khalifa, His Royal Highness, Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, the Crown Prince and Prime Minister, the Royal Family, government officials, and the people of Bahrain, for the invitation of His Holiness, Pope Francis, to the Kingdom of Bahrain. It is truly a blessing for the Christian community to witness the first ever visit of a sovereign pontiff on the island. We also thank the Ministry of Interior for all the preparation seen for this wonderful event. Our gratitude to all who have generously Jesus Christ.